بعد أن تعرف جماهير نادي الاتحاد السعودي ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية، وذلك بمعرفة الرئيس القادم للعميد والذي سيكون بشكل مؤكد المرشح الوحيد أنمار الحائلي. هذا الأخير سيسعى لتجهيز فريق الاتحاد بأسرع وقت ممكن من أجل استكمال دوري أبطال آسيا، وكذلك الاستعداد بشكل جيد للموسم القادم والمنافسة فيه. ونشرت عدة مواقع رياضية سعودية عن مصادر مقربة من العميد الجداوي بأن أول شيء سيهتم به أنمار الحائلي عقب إعلانه رئيسا لنادي الاتحاد هو ملف الأجانب الحاليين والجدد المحترفين بالنادي، وذلك بعد مشاورة مدرب العميد التشيلي خوسيه لويس سييرا. ويمتلك مدرب الاتحاد التشيلي تقاريرا فنية لكل لاعبي النادي سواء الأجانب أو المحليين، وينوي أنمار الحائلي الاطلاع على جميعها للوقوف على مستوى اللاعبين وتحديد الراحلين عن الفريق في الموسم القريب. كل فرق دوري المحترفين تقلصت إلى 30 لاعبا بدلا من 35، وسيكون هناك راحلون عن فريق الاتحاد بكل تأكيد من المحليين والأجانب، غير أنه وبنسبة كبيرة سيكون هناك اتجاه للإبقاء على المدافع المغربي مروان داكوستا ومواطنه كريم الأحمدي والتشيلي كارلوس فيلانويفا والبرازيلي رومارينهو والصربي ألكسندر بريجوفيتش فقط. فيما سيتم التباحث حول مستقبل سيكو سانغو وحول مستوى ماتيو جورمان والإبقاء عليه للاستفادة من قيده آسيويا. وقالت مصادر اتحادية أخرى أن الملفات الخاصة باللاعبين سيكون الحسم فيها عقب الانتخابات مباشرة، لأن هذا الأمر يحمل أولوية من أجل تأهيل اللاعبين للاستعداد النفسي في بداية الموسم والمعسكر الإعدادي الخارجي. والذي كان لؤي ناظر قد أعلن في وقت سابق أنه سيكون في العاصمة الإنجليزية لندن. وذكرت تقارير صحفية سابقة أن أنمار الحائلي يقترب من حسم صفقة انتقال مهاجم التعاون عبد الفتاح آدم، وذلك من أجل تدعيم خط هجوم النمور استعدادا للموسم الجديد، وذلك في ظل تألق اللاعب بشكل لافت. وستكون صفقة أول هدية من الرئيس الجديد لجمهور العميد. في خبر آخر، كشفت الصحافة الإماراتية اليوم الأحد عن شروط الدولي عمر عبد الرحمن الملقب بعموري لاعب نادي الهلال السعودي للعودة لصفوف فريقه السابق العين الإماراتي الموسم المقبل. وينتهي عقد عموري مع الهلال قبل انطلاق الموسم الجديد لدوري المحترفين، وكان اسم اللاعب قد أدرج ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الإعدادي للزعيم على الرغم من عدم حسم موقفه من البقاء حتى الآن. ووفقا لتقارير إماراتية فإن عموري غال في طلباته المالية والمادية للعودة إلى العين، حيث طلب الحصول على 38 مليون درهم إماراتي، 14 منها قيمة مستحقاته المتأخرة و24 مليون في الموسم نظير توقيعه. وفي سياق متصل، وصف حسن الشيباني الشهير بحسن بولو نجم نادي الوصل والمنتخب الإماراتي السابق طلبات عموري بالمبالغ فيها، لافتا إلى أن عودته لنادي العين تعد مجازفة كبيرة كونه عائدا من عملية رباط صليبي. وفي السياق ذاته، انتقد العديد من النقاد والمحللين وحتى الجماهير الإماراتية انشغال عمر عبد الرحمن بالعقود والمفاوضات على حساب نجاحه الفني
الفني، إلى جانب إبرازهم تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي أكثر من مرة خلال مسيرته الكروية. جدير بالذكر أن عموري مني بإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال دفاعه عن ألوان الهلال أمام نادي الشباب خلال الجولة السادسة من مسابقة دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أنهى اللاعب المراحل النهائية من إعداده للمشاركة في الموسم الجديد. في خبر آخر، البيروفي الدولي أندري كاريلو المعار من نادي بنفيكا البرتغالي لنادي الهلال السعودي يوما بعد يوم يتأكد لجماهير الزعيم ابتعاده عن القلعة الزرقاء، خاصة بعد وصوله عروضا أخرى لا يستطيع اللاعب أو ناديه رفضها، وأيضا الأهم مغالاة رئيس النادي البرتغالي في طلباته المادية الكبيرة. ونشرت الصحافة البرتغالية أن أندري كاريلو الذي تألق مع أزرق العاصمة في الموسم الماضي تلقى عروضا إنجليزية وفرنسية، حيث أكدت صحيفة ريكورد وصول العروض لوكيل أعمال كاريلو، إلا أن الزعيم الهلالي ينوي تقديم عرض جديد لنادي بنفيكا البرتغالي من أجل الحصول على خدمات النجم كاريلو مقابل 15 مليون يورو، وذلك في عرض يتم تقديمه لأول مرة من جانب نادي الهلال السعودي. وقالت صحيفة ريكورد مع استمرار الشك بتواجد كاريلو ضمن صفوف نادي الهلال في الموسم الجديد، فإن مستقبل اللاعب البيروفي ما زال غير واضح المعالم حتى الوقت الحالي. وأضافت الصحيفة، ولكن الاهتمام باللاعب لم يقل بل على العكس تماما، فوكيله كاساريو أكد أن هناك اهتماما فرنسيا من أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز للاعب صاحب 27 عاما. وأوضحت الصحيفة على لسان وكيل البيروفي، في اللحظة الحالية نادي الهلال في لحظة فارقة بإجراء انتخابات هناك في المملكة العربية السعودية، وحتى اللحظة ليس هناك أي معلومات عن هوية الرئيس القادم لقيادة دفة الزعيم. وأكدت أيضا أن نادي الهلال السعودي يسعى بكل الطرق للحفاظ على نجمه الذي لمع في الموسم الذي أعير فيه للفريق مقابل 4 ملايين يورو، وينوي الزعيم تقديم مبلغ 15 مليون يورو لنادي بنفيكا للاستغناء عن كاريلو. وقال وكيل كاريلو أيضا، هناك مرشح من مرشحي رئاسة النادي أكد على الاهتمام بأمر كاريلو، وسيكون هناك ميزانية كبيرة للتوقيع مع اللاعب وإقناع بنفيكا بالتخلي عنه. وأضاف وكيل اللاعب، في الوقت الحالي كاريلو لم يعد لاعبا في الهلال، فهو يتبع بنفيكا وسيعود إلى النادي البرتغالي عقب انتهاء منافسات بطولة كوبا أمريكا والتي يشارك بها كاريلو مع منتخب البيرو. وعن العروض الأخرى قال، في اللحظة الحالية لدينا أكثر من عرض، وآخر العروض جاءت من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضا هناك عرض من الدوري الفرنسي لا يجب أن ننساه. في خبر آخر، أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عدم وجود نية لدى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لمغادرة فريق النصر السعودي، مبينا أنه سيواصل حتى انتهاء عقده ومن الممكن أن يمدده. وكان الإعلامي المغربي جمال براوي ذكر في تصريح لإحدى الإذاعات المغربية أن النجم المغربي حمد الله سينتقل خلال الموسم المقبل للعب في أحد الأندية الإيطالية، وأنه سيشارك في دوري أبطال أوروبا. وأشار المريسل في فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن عقد حمد الله مع نادي النصر يتضمن شرطا جزائيا كبيرا، وأنه لا يوجد نادي بالمنطقة ككل يستطيع تحمل دفع مبلغ هذا الشرط الجزائي.
وقال المريسل أيضا أن لوائح الفيفا تتضمن أنه في مثل حالة حمد الله الذي لديه عقد سار، فإن أي ناد يتفاوض معه يغرم ماليا ويحرم من التسجيل لمدة سنتين. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.